مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم شيء كتير طيب من الرز والفريز. عنا فريز وعنا كمان رز. غسلت الرز وصفيتهم وعيرت الرز كمان بكوب المقاس. انتو اذا ما متوفر عندكم كوب المقاس بتعيروا كوب صغير. بحط الفريز بالطنجرة والرز، بحط فوقهم كوبين ماي، كوب اثنين. بغليهم مع بعض على الغاز ليستوي عنا الرز. بعد 20 دقيقة بس استوى عنا الرز وصار بهيدا الشكل. هلأ منطفي الغاز وبتركهم على جنب ليبردوا. بعد ما تأكدت من الخليط برد بدنا نعملهم بالخلاط. ونحطهم بالخلاط. ونحط حليب. حطينا كوبين حليب. سكر، ملعقتين طعام سكر. بخفقهم بالخلاط. خلطناهم منيح. هلا بدنا نشوف مع بعض كيف صاروا. اذا بدكم بتحطوا العسل بديل للسكر، إذا بتحبوه بتزينوا بهيدي الطريقة. هيدي الزينة اختياري بهيدا الشكل. هيدا المشروب اللي عملته أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد اشتركوا بصفحتي وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.